سعد من شاء من العبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك المجيد، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المستمد من فيض بحره المديد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الصناديد، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الوعيد. إخوتي في الله، أحبكم في الله، وأقول لكم يا أمة المصطفى، يا أمة المصطفى، توبوا لبارئكم حتى يرد عدوا فاغرا فاه. فالابتلاءات لم تنزل بأمتنا إلا بذنب عظيم قد فعلناه. يا أمتي، يا أمتي، وحدوا في الحق صفكم، إن التنازع للخسران عقباه. قوموا اتقوا الله وادعوه، فلا أمل في النصر يا أمتي إلا بتقواه. حبيبنا المصطفى، حبيبنا المصطفى، من ذا ينازعه؟ حبيبنا المصطفى، من ذا تحداه؟ نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا، بدمائنا قد فديناه. هو الحبيب المرجى، يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه. هو الحبيب المرجى، يوم لا أحد يستطيع دفع عذاب قد تغشاه. له الشفاعة، له الشفاعة دون الرسل قاطبة، فبالشفاعة رب العرش أرداه. يا أمتي، يا أمتي، اتجهوا لله في ثقة، إن تنصروا ربكم ينصركم الله. إخوتي في الله، من رحمة الله بنا وكرمه لنا وحلمه علينا أن جعل لنا مواسم للطاعات نتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى، وقد أعطانا الأجر أضعافا مضاعفة، وهذا من نفحات الله عز وجل، كما جاء في الحديث الشريف: ألا إن لربكم في دهر أيامكم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، ألا فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ومن تلك المواسم العشر الأوائل من ذي الحجة، وهذا من اختيار الله تبارك وتعالى لقوله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وهي من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم مفضلة عند الله تبارك وتعالى على غيرها من الشهور، لقوله تعالى في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وهي الأيام المعلومات الواردة في قوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات. وهي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وذلك لما فيها من الخيرات والبركات والرحمات، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من غيرها. ففي الحديث الذي رواه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني الشهيد. وهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم بأهميتها ولمكانة هذه الأيام، أكسب الله عز وجل بها في سورة الفجر، فقال: والفجر وليالي العشر. قال المفسرون: المراد بها العشر الأوائل من ذي الحجة. والله تعالى لا يقسم إلا بعظيم، ويدل على عظمة المقسم به. وهي الأيام، وهي من جملة الأيام التي وعد الله بها
موسى عليه السلام في قوله: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، أي واعدنا موسى 30 ليلة من ذي القعدة لمناجاتنا، فتم ميقات ربه وأتممناها بعشر، أي بعشر من ذي الحجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة، وفيها أكمل الله الدين وأتم النعمة وأنزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد حسدونا على هذا الكمال حتى جاء حبر من أحبارهم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له: آية في كتابكم لو نزلت فينا لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها، نزلت عشية عرفة في يوم الجمعة، وفي هذه الأيام فيها يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وهو يوم يستحب فيه الدعاء ويستجاب فيه الدعاء، فأكثروا فيه من الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بأعلى صوته: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفيها يؤدى الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فيقف الناس جميعا على جبل عرفات يدعون ربا واحدا، يلبسون زيا واحدا، لا فرق بين عربي ولا عجبي إلا بالتقوى والعمل الصالح، قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. وفيها تجتمع أمهات العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وصلة وبر وذكر وتلاوة للقرآن وذكر للرحمن وغير ذلك. وفيها أيضا اليوم المشهود، قال تعالى: وشاهد ومشهود. الشاهد يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة، وهو يوم العتق من النيران. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، وهو يوم التباهي، يوم يباهي الله تبارك وتعالى بالحجاج والعمار ملائكته. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف الملائكة ويقول لهم: انظروا إلى عبادي، آتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، لو كانت ذنوبهم عدد الرمال لغفرتها لهم، أفيدوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وهو يوم الغفران، يغفر الله فيه الذنوب ويتجاوز فيه عن الزلات. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وفي هذا اليوم ما رؤي فيه الشيطان يوما فيه هو أصغر ولا أحقر ولا أطهر ولا أغيظ من يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز المولى تبارك وتعالى عن السيئات. وفيها يوم النحر، وهو أعظم أيام الدنيا، قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أعظم أيام الدنيا يوم النحر ويوم القر. ويوم النحر هو يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر، ويوم القر هو يوم الثاني للعيد. ما يستحب فعله في هذه الأيام؟ يستحب فيها الإكثار من الصيام، وإن لم يأتي النص عليها لكونها داخلة في الأيام العشر ولفضل العمل الصالح فيها،
ويستحب أيضا صوم يوم عرفة. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صومه: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. ثانيا: يستحب فيه الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. كان ابن عمر رضي الله عنه وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في هذه الأيام ويكبران فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ثالثا: الإكثار من الطيبات والإكثار من الأعمال الصالحة. وأفضل شيء سرور تدخله على مسلم بصلة أو صدقة أو قضاء حاجة أو غير ذلك. رابعا: الإكثار من ذكر الله عز وجل. قال: ويذكر الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والذكر قسمان: مطلق ومقيد. المطلق يبدأ متى يبدأ؟ يبدأ بغروب آخر يوم أو ليلة من شهر ذي القعدة، ويستمر حتى آخر أيام التشريق الثلاثة في صلاة العصر. أما المقيد يبدأ بطلوع يوم بفجر عرفة، يبدأ من فجر يوم عرفة إلى اليوم الرابع دبر الصلوات المكتوبة. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يجتهدون في هذه الأيام اجتهادا عظيما. فعلينا إخوتي أن نجتهد في هذه الأيام، وأن نكثر من طاعة الله تبارك وتعالى، وأن نكثر من الأعمال الصالحة، وأن نستفيد من هذه الأيام. كان سعيد بن المسيب رضي الله عنه يجتهد في هذه الأيام اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، ويقول: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، فكبروا وهللوا واحمدوا ربكم قائمين وقاعدين ماشين وراكبين مجتمعين ومنفردين في البيوت وفي أماكن العمل وفي الأسواق وفي كل مكان، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفقنا الله تعالى لمراضيه، وجنبنا مناهيه، وجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.